et Petrus flebita mare. Paenitentia. زمان كان قائد حكيم ومتمكن قدر يأثر في الحياة دي الملايين دي الناس عبر العالم. كان اسمه سيبريانوس. في عام 250 ميلادية واحد الطاعون كان جاء من إثيوبيا ومن مصر وصل الإمبراطورية الرومانية وسماه طاعون سيبريانوس لحقاش هو اللي كان وصف الأعراض دياله بحال في أيامنا هذه من اللي كنقولوا الإيبولا أو الفيروس ديال ماربورغ. فاش تقاد هذا المرض المدينة العظيمة الإسكندرية في مصر كانت خسرات حوالي 60% ديال السكان ديالها. في واحد السجل مكتوب باللي روما كانت سجلات 5000 حالة وفاة في نهار واحد. سيبريانوس براسه كتب البشرية في حالة ضياع بسبب الخراب ديال هذا الطاعون. في عام 252 ميلادية قرطاج تضربات بقوة. بونتيوس الشماس اللي عاون سيبريانوس وصف الأحداث وقال انتشر واحد الطاعون كيخلع. الخراب والدمار ديال هذا المرض الخبيث مشى من دار لدار من بين السكان اللي كيقفوا. كل نهار عدد كبير من الناس كيتصابوا وكيموتوا في ديورهم. كل الناس كيترعدوا وكيحاولوا يهربوا باش يتفاداوا العدوى. وبلا رحمة كانوا كيعرضوا حتى حبابهم بحال إلى جراو على الناس اللي فيهم الموت بسبب الطاعون غادي يحمي بيوتهم باش ما توصلهاش الموت. حتى واحد ما عاون الآخر بالشكل اللي يبغيه حتى لراسه. وفي كل مدينة انتشرت ماشي غير الأجساد ديال الناس اللي عاد ماتوا وكان إنما حتى الجثث اللي خناست واللي حتى واحد ما كانت عنده الشجاعة باش يزولهم ويدفنهم. تحت القيادة ديال سيبريانوس جماعة المسيحيين شاركوا بأموالهم وكذلك عرضوا حتى الصحة ديالهم للخطر باش يهتموا بالمرضى ودوك اللي فيهم الموت وحتى اللي ماتوا. وهذا ماشي غير على الأعضاء ديال جماعتهم وإنما كل المواطنين الوطنيين حتى هذوك اللي كانوا من قبل كيضطهدوهم. سيبريانوس جمع المسيحيين باش يعملوا شي حاجه وهذا الشيء اللي داروا. بعض المسيحيين بريوسهم تعادوا بالطاعون وماتوا ولكن العمل ديالهم استمر. حتى واحد في مدينه قرطاج سبق وشاف شي حاجه بحال هذه. ناس كتحن وكتهتم بناس اللي عمرهم ما عطوهم شي حاجه وحتى بهذوك اللي كانوا كيضطهدوهم. سيبريانوس غير الكنيسة من جماعة مقهورة كتتألم إلى فريق كيعاونوا الناس. هاد الشي كيبين للعالم أشنا هي المسيحية الحقيقية. وبسبب هاد الشي بزاف آمنوا والكنيسة والأسقف ديالها صبحات عندهم مكانة مرموقة في المدينة.